الحكومة جسرت مدير موانئ أن يرهن الموانئ العراقية، وخاف يتأمل واحد من الشعب العراقي إن أكو إلى مردود من ميناء الفاو فالدينار لخمسين سنة مقبلة، لا يتأمل دينار نهائياً واحد. نهائياً والله، وأنا ملزم عن كلامي. يعني 50 سنة وفق جاية وفق المعطيات والإجراءات اللي متبعتها هذه الإدارة. أنا عندي أرقام هسه إذا أذكرها بالإعلام ما يظل حجر على حجر، ولكن ما أقدر أسولف إذا ما أكمل قضايا الدستورية القانونية مين. زين قلت يرهنها، شنو راهنين الميناء لمن؟ سيد الفاضل، ميناء الفاو حصرا راح أعطيك ميناء الفاو. ميناء الفاو ذهبوا إلى إعداد جدوى اقتصادية. زين. جدوى اقتصادية وأن يذهب الطرف الآخر للتعاقد مع شركة هي مرتبطة مع إسرائيل، خلي يسمع الشعب العراقي جميعا. شركة أبو ظبي عندها جوينت فنجر، عندها شراكة مع شركة أرباب الإسرائيلية للتجارة، ونزلوا على مواقع التواصل يشوفوها. شركة من يشغل موانئ أبو ظبي؟ موانئ أبو ظبي عمرها 2006، أنشئت 2006 وإدارتها وغيرها، وهذه أنشئت 2006 وإحنا موانئنا 1919. من موانئنا ومن فعالياتنا ومن أكاديمية البحرية خرجنا علي عبد الله صالح، وخرجنا معمر القذافي، وخرجنا رؤساء تشكيلات. هسه اليوم احنا 1/7 يا شعب العراقي، معهد الموانئ انطيه لميناء ابو ظبي؟ خلي يسمع رئيس الوزراء، خلي يجاوب. عندها الشركه اللي متعاقدين وياها، عندها هذه واحدة مع شركه اسرائيليه. نعم، ويدرون بها الجماعة وتعاقدوا وياها، ويدرون وماضين على قدم وساق.